صباح الخير يا رعد بي. صباح الفل يا شوقية. جميلة في أوضتها؟ لا جميلة، صحيت ونزلت. إيه ده؟ من بدري كده راحت فين؟ معرفش، ما قالتليش. طب اقعد يا شوقية. أنا عايزك في موضوع حساس شوية، بس ده لازم يبقى سر بيني وبينك، محدش يعرفه. خير وحشتني يا بهجت بيه. كل خير ان شاء الله. ان شاء الله. عايزك تعرفي جميله بتكلم مين، بتروح فين، جت امتى، خرجت امتى. احنا تجسس عليها برضو؟ ايوه يا حبيبتي، لما نتجسس على ناس لمصلحتهم واحنا بنحبهم ما فيهاش حاجه. يا شوقيه البنت ما عندهاش ام تبقى سرها، وديكي شايفه عمر وانا مشغول في السنتر. انا حبيبتي عايزه اطمن عليها، فهمتي؟ فهمت فهمت. حاضر، الله يكون في عونك. الله يكون في عينك يا بهجت بيه، لا حول الله يا رب، ابعد عنه الشر. انا هعمل اللي قلت لي عليه. حاضر. شكرا شوي. عرفان، انا عاوز اقول لك على حاجه، علشان بس ما تفتكرنيش بضحك عليك. تضحكي عليا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا صاحبي؟ ايه في ايه خير؟ اصلي بصراحه يا عرفان، انا من ساعه ما اتطلقت وحياتي اتقلبت فوق دماغي. هو صحيح انا حره نفسي، بس انت بقى عارف العادات والتقاليد. ابويا وامي مزهقني، تصور دول عايزيني ارجع البلد. ايه؟ ترجع البلد وتسيبيني؟ ومشروعنا؟ طب ما تسمعي كلامي ولبي الشبل. مش عارفه يا عرفان، انا خايفه قوي. صحيح انت قلبك كبير وكريم قوي، بس قلقانه قوي. متخافيش، ما انت قلتيها اهو، كريم وقلب كبير واتنحلل ودم خفيف وبحبك. بحبك وعايزك جنبي على طول. ممكن تفضلي جنبي على طول؟ ممكن ان شاء الله.